السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول يكون في فيديوهات. اهم شيء اصدقائي قبل ما نبلش هذا الفيديو، اول ما تدخلوا على الفيديو اعطينا لايك واعمل شير لاصدقائك، خليهم يشوفوا كمان الفيديو. وهذا الفيديو صار فيه شغلات حلوه، انه فيه مواجهات كمان حلوه. بدايه الجيم مات 2 من السكواد، ضلينا انا وراندي وطحشنا على السكوادات، صار في طحش على السكوادات بسبب هذا الشيء. اتهموني بالهاك وعندي عدد كيلات عالية، وشلون عم بستخدم الجرو بي كي سي وسكوب 6، وكان في واحد جبته من ورا سموك بالبي كي سي اتهموني بالهاك. فشوفوا الفيديو، الفيديو فيه شغلات كثير حلوة، وشباب صاروا يحكوا معهم فسكرت الصوت اني صاروا يغلطوا. والمهم تابعوا الفيديو، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطينا لايك، وإذا ما عجبك الفيديو كمان أعطينا لايك، ما راح تخسر شيء وانت عم تتابع الفيديو، اعطينا لايك عليها. ولا تنسى كمان تعمل شير لاصدقائك، خلينا كمان يشوفوا الفيديو ويشوفوا شو اللي صار بالفيديو. وكمان اصدقائي راح يكون في جوائز بس نوصل 30,000 مشترك، فاعملوا شيراتكم قد ما فيكم مشان نعمل توزيع جوائز 10 كروت رويال باس. راح نوزعها حسب التعليقات طبعا وحسب عدد المشتركين اللي راح يجوا من طرف الشخص. بابا اي شخص بيجي من طرفه ناس كتير راح ياخذ كارت رويال باس. فبتمنى انه تدعموا القناه وتعملوا جهدكم لنوصل 30,000 مشترك عن قريب، من هون لاسبوع اذا وصلنا راح نسوي جوائز برويال باس. وكمان في مسابقه 600,000 $600 كمان ما نسيناها، عم نستنى بس القناه انه توصل 100,000 مشترك لحتى نسوي مسابقة ب $600. فهي راح تكون على 3 سكوادات اللي راح ياخذوا المركز الأول والثاني والثالث. فادعمونا بهذا الشيء وادعموا القناة مشان نحسن كمان احنا نخدمكم بشغلات حلوة. وثاني شيء راح احط لكم رابط قناة شاب من حلب، هو كمان عنده قناة حلمه انه يوصل ل1000 مشترك، فادعموه وراح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. فروحوا اشتركوا عنده بالقناة ووصلوا له 1000 مشترك، ووصلوا له السلام من عندي، وقولوا ان جيشك قهرمان وصل. بعرفكم قدها وما راح تقصروا. اي حدا بيتابع الفيديو بتمنى اول شيء يحط اللايك ويعمل شير لاصدقائه ويروح يشترك عند الشاب بالقناة ويثبت وجوده هنيك ويوصل سلامي له. وهلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. ما اجى هذاك لسه؟ بلا ما يجي عبودة معنا، هلا بيشيل هدول كلياتهم بسنونه. رقد يا رقد. لا حاليا لا. الى اخر الحاويات. جيت استاذ. جيت بس لساتني بالماي، ما بعرف انا وين. هاي ارانجل؟ لا 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 انت تعال. ولا هات لهم هاي. ها ويلكم. استنى لا تدش لحالك. كانوا مرايا شباب بس اعطوني سكوب راح احطه على بوكس. على البوكس تبعي. ليكو جوا هون. دقيقة لا تبش، هاي راح اشتري شوت جان. مين سرق لي الكيل؟ بدي اسوي كيل انا. اللي جنبك، اللي جنبك. في واحد دخل لجوا بينات. يخرب بيتكم، اعطونا شي شغله طلقه يا زلمه.
خليتني اشيل كل الثياب تبعه. لا تعال ادمان اذا كنت حاط السماعات بالعكس. لك شباب بدي يطلع لك دي بي. شباب ما عندي دم، تعالوا هو هون. يلا يلا تعال 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 اعطيك دم تعال. لك لا ليكو 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 قدامي يا الله. لك شيلني شيلني. اسمع اسمع طلع لفوق شو جايني. ما بعرف مالي متاكد اذا في ام ولا لا. ما في ام. هات الكار. في اوك بلالي اذا بدك تشيله بس راحت راحت بلالي اذا بدك تعطيك تعطى تعطى معكم فور معكم فور واللي يقرب على هذا البوت والله عادي اعطيني اعطيني تعطى شيل بلالي قهرمان في بوت قهرمان ملتهي بهذا البوت اضرب هذا ما في معي كلا لك اضرب اضرب عم تستناني الي يلا سامحني سامحني معي صفر معي صفر معي مخزن 40 الصوت عند مين الصوت عندي 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 رح سكر في عالم بالبيوت في عالم بالبيوت enemies ahead ahead في ام كي هاسي مات السما بالتجارة شلت الام انا شلت الكار ما لحقت حط الكار بدي ماخذ سكوب له هلا حاطط سكوب هولو على الكار حرام هولو سكوب ايش؟ هلا حاطط سكوب اربعة مع انه ما في غيره بس يلا معاملة 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 اخذ اثنين خذ كفر خذ كفر حمودة يلعن ارجع 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 لا بدي فنش كفو اطلعت لك الام ال يخرب بيتهم بس بدون يفنشوا عندي عندي تعال يا بني ادم ما قلت لكم اخذت سكوب 8 من عند هذا فجر سيارته وسيارته تحته خلون خلون ما تطلع معي ما تطلع قل له نادان ثاني فانشاندن انا لا نادان ثاني فانشاندن بني برال سد بوزك انت تاني كمان معي ثمانية ثمانية ليكو 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 جايين لعنا جايين لعنا جايين لعنا ايه لك شو عم بيصير يا الله
فوق يا حرامي كلات. تعال في دروب خلينا نروح عليهم. يلا هم شو اغبياء ما شالوا صاحبهم. تعال فوق تعال. لا 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 طاو طاو طاو. ليك وين موقف السيارة؟ بنص الساحة. شوف وين كمبر هلا. عليكو عندي لك. لا يا الله بعد 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 قنبلتي بعد. وين عم تطلع غالي؟ معه فلير. راندي راندي تعال اضرب لك الفلير. ترى اخو تعرف شلون بيقول لك؟ تعرف شلون بيقول لك؟ لو عم تواجهني وجه بوجه ما كنت خيرك تعرف ترمي. هو عم بيقول لك انا شو واجهته يا زلمه؟ شو انا مكمبر وعم بواجهه؟ قول له قول له ليش كان مكمبر عم بيواجهك؟ قولوا روح شوف بكره فيديو تبعك على اليوتيوب. حبيبي ليش هو كان مكمبر بالاول؟ ليش كان مكمبر؟ قولوا قولوا روح شوف موتك على اليوتيوب بكره. يلا ضربت لك دريب دروب. هل هو كان واقف فرص؟ بلال استلمهم بالحكي بلال. خلص قول اليوم قول قول ما اعطى اليوم بالحكي بالاول بالاخير يعني. ايوه قول هاي ضحكة له. على هدول اثنين مصريين. لك والله مالنا مصريين يا زلمة بربي مالنا مصريين سوريين. حبيبي مصريين نكون معلومة. شو ما اجى الفلير؟ يا حرام هلا انا بضحكوا. والله شكرا. قلت ترى هم يكملون ما يجون وجه بوجه.
هذول من جماعة الأخرى. لا هذاك مات فور. لك علق عندي يا الله. راندي انزل راندي انزل راندي انزل. عم يخبر عن النظام ايه عم يخبر كل شيء. عم بيقولوا انه انتوا عم تواجهوا العالم مش ليك ليك يو لا لا وين هو راندي؟ اللوبي لا تبي يلا اللوبي اللوبي يلا روحوا العبوا بعيد روحوا العبوا بعيد يلا تعلموا تواجهوا بالغدر اثنين بشر عقليك يا الله عم بيعلق راندي ليكو راندي سكوات سكوات راندي تعال سكوات خلينا ندخل على الدائرة يقولك اسلامي اسلامي نوك واحد ورا شجرة واحد ورا اثنين ورا صخرة هكا طيب هكا حبيبي هكا يلا حبيبي روح اليوتيوب بعدين قول انه هكا روح اليوتيوب بعدين حصلنا اليوتيوب بعدين قول انه هكا راندي وين ورا الصخرة أقول الله يستر قال لما تكمبر يلا كاك كاك إلى أنت ما يا زلمة بجوز تقارن بلها بجوز تقارن بلها قهرمان غيروا محلكم غيروا ما بدكم ارجع
مكمبر مكمبي مكمبر مكمبي لا لا لو يلا لو نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى ان الفيديو نال اعجابك. لا تنسى اول شيء تعطي لايك للقناة للفيديو وتعمل لنا شير لاصدقائك وتكتب لي تحت بالكومنت انه كيف كان الفيديو وشو رايك بالفيديو بابا وشو رايك بالفيديو وبتمنى ان الفيديو نال اعجابك. اكتب لي اذا نال اعجابك ولا لا كمان ونلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم.